مصلحه، جزء يبقى ام سي كيو او جزء قصدي اسايمنت، جزء اسايمنت وجزء اورال. الاورال مهمه جدا، تفاعليه مع الطالب، قياسي لهيز اون اوف واي ان هو يرد، هيز اون انجلش اند سو اون، ده مهم جدا. ونخلي نص على ده ونص على ده. مثلا الام سي كيو نخلي جزء ام سي كيو ونخلي جزء اسي كويشن. واسي كويشن مش معناها برضه، احنا مرينا بالتجارب كلها عشان التصليح، ما يبقاش بالزوفة، ما يبقاش كده ايه تكست بوك تايتل، لا ممكن اقعد احدد له منشن مثلا دي ايديولوجيكال فاكتورز او دي باثولوجيكال كوزز اوف مثلا اي حاجه بوست بارتم هيموريدج. ينفع كده سيد؟ ينفع سؤال كده؟ يبقى انا بحدد له انيوميريت تايبس اوف كاتاركت. يعني انا كده بحدد، ومع ذلك وبالتالي اجابه او سوري تصريح السؤال مش هيبقى حاجه بالزوفه بقى. مش كده يا جماعه؟ يعني انا قادر اعبر فروع اخرى غير فروعي يعني. بس ممكن في فرعي انا براحه الاطفال اقول والله انيوميريت تايبس اوف اسوفاجيال اتريزيا اند تراكيو اسوفاجيال فيستولا. انا حددت، وبالتالي اللي يصلح مش هيتوب، ومش هنقول بقى بالزوفه وبالكوما. بالنسبه للاورال، واحنا لما نتجنب الاورال وعاوزين نقلله، انا بقول لا الاورال مهم، وخصوصا في كليه الطب. زوجتي استاذ في اداب انجلش، عندهم اورال، يعني في اداب انجلش عندهم اورال، واحنا بنمنع الاورال، ما ينفعش. ده الاورال ده تفاعلي مع استاذي وتفاعلي مع زميلي وتفاعلي مع العيان، ده انا لا فانا في الامتحان بقيس واي اوف ثينكينج بتاع الطالب، مش بقيس اجابته. هيز اون واي اوف ثينكينج، مش جاوب وقال ايه واربعه ولا خمسه ولا قال 12 ولا قال 8 من ال 15. It is not right. وفي حالات كثيره جدا بقول له معلش، انا ساعات ادخل على كلينيكال غصب عني، انا بتاع كلينيكال، ساعات اقول له مش مهم التشخيص، لان المهم انت هاو يو ار ثينكينج، سواء في امتحان هنا او في امتحان في اي كليه او في جامعه اخرى. فمهم، مهم الاحتكاك بالطالب، مهم جدا جدا جدا. نرجع تاني، انا اتكلمت على البرنسبلز، اتكلمت على التعليم الاكاديمي واستفاضه موضوع الساعه موضوع المديول ونستفيد بيه ونفعله اكتر. هتكلم على الاكلينيكي والراوندات واللوكيشن، زي ما انا قلت في طالب في استاذ وفي جغرافيا في مكان وفي الميديا او الوي اوف كوميونيكيشن. الاستاذ لازم يكون علينا واجب ان احنا نموتيفيت اور سيلفز. في طبعا مجموعه من الاساتذه مش عاوزه كلام، بيحبوا التدريس وبيحبوا يدوا، لازم ما ناخدش حقهم، وعندهم انترست وخبرات، وفي عندهم مودلز في التاريخ بتاعنا الطبي عاوزين زيهم ونتذكر عنهم. وفي مجموعه عاوزه موتيفيشن شويه، ازاي هنبحثها مع بعض؟ وانا بقول اي اداره بتبحث بحث جماعي، لازم نعمل عمل جماعي ونقعد مع بعض ونتكلم وبصراحه. بالنسبه للمكان، المكان يا جماعه اماكننا عاوزه تعديل في مستشفياتنا في التدريس. وهتلاقي مكان في تكييف، وهتلاقي مكان في مروحه في السقف، وتلاقي في مكان في مروحه على جنب، وهتلاقي مكان في تكييف شغال كويس، وفي مكان تكييف شغال كانه بابور وخلاص صوت. وفي مكان هتلاقيه مجهز حلو، وفي مكان هتلاقيه مش مجهز حلو. نتيجه ايه؟ نتيجه عشوائيه، لان في ناس اعتمدت على التبرعات الشخصيه، ومش عيب. ومهم التبرعات، ومهم ان احنا نجتذب المجتمع ناحيه هذا. وانا في قسم جراحه الاطفال تعاونت مع الدكتور محمود الزباني، كان مدير الاطفال الشرطي وانا مدير جراحه الاطفال، وتعاوننا كويس قوي في 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 عمل الانفراستراكشرز. وانا كملت في قسمي بقى بالاجهزه، حدثنا كل الكمبيوترز، حدثنا كل الفنتليتورز، حدثنا غرف العمليات، اعتمادا على التبرعات واعتمادا على العمل البدني. روتري بالتحديد طلعت مصطفى فودافون مركز الرعايه الخيري الكويتي. كل ده عملناه، وجزر ودكتور بلال وشاف هذا الكلام، وعندهم استعداد يدوا اكتر، لان في سيناريو معين بعد الناس دي وبتتبرع وبتجيبها تشوف وتلاقي حاجتها اتحطت في جفرنمنتال هوسبيتال بتخدم سواء تعليميه او علاجيه، بيحس ان انت فعلا راجل جدي وعندك مصداقيه. وممكن تقول انا مش عاوز فلوس، انا عاوز اجهزه، انا عاوز اجهزه تعليميه يا جماعه، انا عاوز بروجيكتورز، انا عاوز داتا شو، انا عاوز، مفيش مانع ابدا ان احنا نلجا. ف
بالنسبة للعملية التعليمية احنا اتكلمنا على الأستاذ، اتكلمنا على جغرافية المكان. أنا دلوقتي بتكلم على جغرافية المكان اللي بيتم فيه العملية التعليمية في الحتة الإكلينيكية. فعلى الأقل يبقى في تهوية كويسة في غرفة ال ونوحد، حتى لو لجأنا إلى وات إز براكتيكال ومش مكلف، مراوح في السقف في الجميع، وبعدين نشوف ميزانية أخرى تسمح بالتكييف أيضا لوكالي أو من التبرعات ومن المجتمع المدني. والمجتمع المدني لما بيحس بصدق اللي هو بيجذبه ويقول له ده التعليم الطلبه في كليه الطب وتعالى شوف، انا كنت بعمل فرح الاطفال اجيبهم يشوفوا ان احنا بنعمل عمليات لعيال صغيرين قوي فجاه في الحجاب الحاجز وشوف قد ايه عمره سنه، بس موجود في الحضانه دي، الحضانه من 20 سنه ما كنت انا نايم وشمرخه مصديه، بيبقى براكتيكال سبيكنج هو مقتنع. هنجيبه هنوري له غور في الدرس، دي غرفة الدرس اللي بيتحط فيها الطلبة اللي عاوزين يطلعوا أطباء، اللي هم دول هيعالجوا الأجيال. وأنا دايما أقول اللي هيعالجني بعد ما أكبر في السن هو ممكن يكون الطالب أو النائب اللي عندي لما أكون فوق السبعين ولا فوق الثمانين. فعاوز أقول، وبتقول له إحنا مش عاوزين فلوس، تديك تديك مصداقية، إحنا عاوزين أجهزة. عاوزين أجهزة يعني زي إيه؟ زي بروجيكتور. إحنا بقى دي شغلتنا إحنا. وتجمع القسم كله، تعالى يا مدرسين يا معيدين تعالوا اقعدوا، الاستاذ جاي عنده استعداد للتبرع لهذه الكليه، ايه اللي ناقص عندنا؟ بنكون احنا مجهزين لستة، ده بروجيكتور، ده داتا شو، ده سكرينز، ابسط الامور، اذا ما كناش قادرين كميزانيه، قادرين كميزانيه اهلا وسهلا، من باب اولى نوفرها من داخل الكليه. فده اللوكيشن بتاع اوضه التدريس. التهويه، العدد الكبير مع عدم تهويه لا تتخيلوا بقى المنظر عامل ازاي، واللي بيمارس عارف انا بقول ايه، عشان كده تقسيم عدد الطلبه وايجاد حجرات مثلا عشان العدد اقل، مشاركه اكبر عدد. فكرتوني بحاجه وانا بقول انا بتكلم من القلب ومن الواقع. مثلا احنا ناس جراحين، انا بتكلم عن التعليم الاكلينيكي بعد ما خلصت الاكاديمي دلوقتي. فما بيبقاش بتاع الدرس مشغول في نفس اليوم في يوم عمليه، يوم عملياته، في حاجه بسيطه جدا. ما بيبقاش وري اباوت العمليات واباوت التدريس، يبقى خلاص اليوم ده هو ديفوتد للتدريس. ومعاه المعيد ومعاه النائب. والتقسيم ان المعيد يبدا ويدي الجرعة الأولى يفولو باي الأستاذ يكمل بعدين، إذا في حلول واقعية ومن البراكتس بس مع بعض ونشارك بعض. ولسه هرجع أقول تاني المبدأ تاني والبرنسبل تاني، واللي عنده برنسبل ما يتوهش، مجالس الأقسام تفعل وتقوى وتحط سياستها، وهذا يدي تارجت أحسن ويدي برستيج الأستاذ ويدي له احترامه، وفي نفس الوقت يقوي الإدارة ويعمل لها باك أب. أي حد يجي يناقش وزارة ولا رئيس جامعة، والله ده مجلس القسم هو اللي وافي بتاريخ كذا في جلسة فلانية وقرر كذا وطلب كذا. وينتج عن هذا عدم وجود كونفليكت بين القسم وبالتالي بين أعضاء أساتذته. أرجو أكون إن أنا ما تعديتش في الوقت، وأي أسئلة وشكرا جزيلا.